والدك والدتك توفوا وانت صغير، يعني طبعا الاعمار بيد الله، بس احكي لي عن وفاة والدتك يا سليمان. والله وفاة والدتي، أنا كنت في أولى جامعة وكان الناس اكتشفوني كممثل في سنة أولى دي، فعملت مسرحية كوميدي كده اسمها أيضا كلام فارغ، وكان يعني علتني قوي في الجامعة فخدوني تبع رحلة مرسى مطروح مجانا تبع الجامعة، يعني تقديرا للنشاط الفني يعني. وأنا رايح الرحلة كان فاضل عليها 5 6 أيام كده، فقلت أروح لواحد صاحبي في إمبابة تاني، أروح أقول له يديني مثلا إيه التوق بتاع العوامة يعني؟ عوامة اللي هي ايه اصلا بتاع الاطار بتاع العربية، مش لسه زمان عجلة اللي هو اللي من جوه القلب. عشان ايه لسه هتعلم العوم بقى وكده. فرحت اقول له فما لقيتهوش، فلقيت له جار لي، فبقول له هو فلان فين؟ قال لي مش موجود، انا ما شفتوش. فمشيت شوية، قال لي بس انا سمعت انه راح يعزف ام واحد صاحبه عند الشجرة المنطقة اللي احنا عشنا فيها. فبقول له طب صاحبه ده اسمه ايه؟ قال لي مش فاكر والله. قال لي اسمه سليمان عيد يعني. فكان الخبر وانا رايح رحله ومنتعش قوي. طبعا لغيت الرحله وكده. فالجامعه لا استنى بس، يعني ايه يعني انت صدقت اسبهليت ولا قلت لا ده اكيد غلطان؟ قلت اكيد غلطان، وقعدت اقول له لا اسمه كذا، قعدت اصلح له، قعدت اقول له طب هو أنا والدتي ما كانتش عيانه، انا والدي اللي قعد سنين تعبان وتوفى، لكن هي كانت ايه فجاه كده يعني. فحسيت ان انا يعني لازم اجري على البيت، كان ده بعيد عن البيت قوي، خدتها جري جدا ورحت لقيت اللي حصل فعلا. قعدت بقى 3 ايام في البيت بستقبل العزاء وكده. هي كانت بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، وانا صغير عيل مش فاهم هعمل ايه بعد كده، لدرجه ان انا كنت هسيب الجامعه واشتغل مع واحد محار كده يعني اقنعني ان انا اسافر معاه الغردقه وبتاع ومش عارف ايه. الحقيقه الشباب بتاع الجامعه اللي عايش معايا لحد دلوقتي اصدقائي من كام سنه ما سابونيش خالص، يعني اجبروني ان انا اروح رحله مرسى مطروح وانا في حاله مش كويسه، بس ايه كل شويه خرجوني منها، اجبروني ان انا اكمل الجامعه يعني. كان بنساعد بعض يعني. طب وهي كان ايه سبب وفاتها؟ ما انا بقول لحضرتك يعني كانت فجاه كده حاجه، كان اسمها الصفره، ما اعرفش يعني كانت بدايتها كده يعني. وفجاه كانت طبعا بعد ابويا توفى وامي في يوم واحد بس في سنه مختلفه، يعني 7 9 79 و7 9 81، فرق إيه سنتين، نفس التاريخ نفس اليوم يعني. السنتين دول كانت امي على طول مش معانا في الكلام يعني، وكانت على طول حزينه، وكانت على طول عايزه تقعد في اوضتها لوحدها بعد وفاه ابويا، بعد وفاه ابويا يعني. فده يمكن يعني يخلاها يعني ايه، يمكن اخمن انها كانت تقعد تعيط كتير يعني. كان اخواتي البنات يقولوا لي يعني ما حدش يخش عليها دلوقتي يعني اجي عايز اكلمها ما حدش يخش دلوقتي. فيمكن الحزن الشديد ده هو ده اللي عمل، يمكن الله اعلم طبعا. بس ايه هي كانت تحب ابويا جدا، فحست ان الدنيا ملهاش لازمه من غيره يعني. بس هي كانت يعني بصي عملت معانا حاجه عمري ما هنساها لها. احنا كنا عايشين في شقه ايجار، فكنا عايزين نعمل بيت وكان معانا فلوس بقى وكده، بس هي ابويا جنب السوق فمش عايز يسيب المكان لانه شغله. باعت صيغتها وصيغه اخواتي وانا كنت بشتغل، وكل اخ ليا كان معاه محوش قرشين، واشتريت ارض من ورا ابويا 110 متر في مكان فاضي وجميل في حته تانية يعني في امبابه برضه، بس ايه في مكان كان فاضي ساعتها يعني اسمه الشجره، دلوقتي بقى يعني شعبي اكتر من امبابه نفسها. وفجأة أبويا بعد دورين اتبنوا إن إحنا لينا بيت دلوقتي ملك بتاعنا. الحقيقة والغريبة جدا في الموضوع ده اللي مش هتصدقيها ولا أنا كمان، إن سوق الجمال اتنقل بعد الحكاية دي في حتة اسمها البراجيل، بقى جنب البيت اللي إحنا خدناه الجديد. فعلا. فده اللي خلى أبويا يوافق يعني إنه يتنقل. فكأنها عارفة سبحان الله إنها السوق ما تعرفيش يعني إيه، بس البيت ده لحد دلوقتي بقى لكل واحد، لينا أخ ليه شقة. انا اتجوزت في الشقه دي لان يعني سهل لي اموري، كان ايامها الشقه دي حلم لاي شاب يعني. طبعا. فلقيت شقه فخلصت معهد فنون مسرحيه. ده بعد ما كانت اتوفت كمان يا سليمان. ما هو البيت ده فضل يعني. الست دي تدبيرها وتفكيرها نفعك وحتى بعد وفاتها. بقول لحضرتك دي فايده لاخواتي كلهم، يمكن انا التمثيل خلاني كسبت شويه وعرفت يعني انقل من حتى لما نقلت دلوقتي نقلت جنب امبابه، يعني انا ساكن جنب امبابه بيني وبينها شارع اسمه الرشيد كده احمد عرابي، جنب
شارع السودان ومبابا وجنب اهلي كلهم. اخواتي واولادي اتولدوا في البيت ده، يعني انا لحد 2006 كنت عايش في مبابا. يعني لحد وقت قريب في البيت اللي عملته والدتك. العبيط اللي عملته والدتي هو اتجوزت فيه، عشت فيه 14 سنه متجوز فيه.